هاي حلقة جديدة من هواكم نيوز وأخبار كتيرة رح نحكي عنها اليوم، من أبرزها سلطانة هيام بتموت، عادل كرم على قصر العدل لم يجهد زوجته، حفل علي الديك بيتحول لصراع، شو صرح تامر حسني بعد خبر انفصاله عن مرته، نجوى كرم بتحارب عقارب الساعة. منبلش مع أول فقرة موست بوبيلر. رفعت زوجته لعادل كرم دعوة طلاق، حجتها كانت الإهمال بالواجبات العائلية، وبحسب وكيل ريتا حنا عادل تبلغ بموعد الجلسة يوم الخميس الماضي ووقع على ورقة التبليغ. خلال حفل علي الديك بأستراليا حصل مشكل بين الجمهور لما أحد الأشخاص دعس على علم سوريا اللي كان مرفوع بالحفل من قبل أحد الحاضرين. منشوف سوا شو صار. ما بصير هيك يا شباب، يا شباب ما هيك يا شباب. يا شباب كل محله، كل واحد محله يا شباب. إذا بتريدوا جرب ترجعوا، خلص ارجعوا، خلص ارجعوا، ما صار شيء، ارجعوا كلنا محلاتنا إذا بتريدوا، خلص ارجعوا كلنا محلاتنا يا شباب. يا شباب كل واحد محله إذا بتريدوا. ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر أن النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت رح يشاركوا ببطولة فيلم جديد اللي رح يكون من تأليف جولي شخصياً، وبيدور حول كابل بيروحوا بإجازة لمحاولة إنقاذ زواجهم للمرة الأخيرة. نفت مصادر مقربة من كيم كارداشيان وكانيا إشاعة زواجهم من بعد ما انتشر الخبر. منذكر أنهم رح يدخلوا القفص الذهبي ب 24 أيار المقبل بفرنسا. أحيت النجمة ليدي غاغا حفل بفلوريدا ضمن جولتها الغنائية أرت بوب، بس الواضح أنه غاغا ما عندها وقت بدل تيابها بالكواليس، إنما بدلتهم على المسرح مباشرة بمساعدة رائسين من فرقتها. طرحت النجمة ماريا كاري الإعلان الترويجي لألبومها الجديد مي آي أم ماريا، منشوفه سوا. On the back cover of this album is a personal treasure. This is my first and only self-portrait. I drew it when I was 3 and a half and entitled it Me, I Am Mariah. Please don't judge me for such a simplistic title. Come on, I was only 3 and a half. It was a creative visualization of how I saw myself with the purity of a child's heart before it was ever broken. رح يطلق الفنان ماريو كرم فيديو كليب لأغنيته الجديدة على عيني وعلى راسي. We'll be right back.
أجمل سيدات الإمارات وأنجحهم تألقوا على غلاف مجلة EW، فهالسيدات ناشطين على إنستغرام وتويتر وعايشين بالإمارات. أما الهدف من هالعدد هو تسليط الضوء على المرأة وإنجازاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر هالغلاف الأول من نوعه بالمنطقة ولمديرة التحرير. احتفل جورج كلوني بستة أيار الماضي بعيد ميلاده 53 مع خطيبته علم الدين، والتقت الباباراتزي صور للثنائي على متن طائرة خاصة بمطار كاليفورنيا، والواضح من هالصور فرق العمر بين كلوني وخطيبته من طريقة صعودهم على الطيارة وشعره الأبيض لجورج. وضح الفنان تامر حسني لجمهوره حقيقة علاقته بمرته من بعد ما طالتهم إشاعات كتيرة أنه انفصلوا عن بعض، وصرح أنه عن جد صار في خلافات كتيرة بيناتهم، بس بعد ما صار في طلاق رسمي بالنهاية هي أم بنته ورح يضل يحترمها لمدى العمر. بالجزء الرابع والأخير من المسلسل التركي حريم السلطان بتموت السلطانة هيام بين إيدين السلطان سليمان بسبب مرض ما له علاج، وقبل ما تموت بتطلب من بعض الأشخاص مسامحتها من بيناتهم نهد دوران بالإضافة النظار الضريح إبراهيم باشا. منشوف بعض المشاهد. بن هرم bir eliyle veren, öbürüyle alan. Sevilen ve nefret edilen. Kuran ve yıkan. Can veren ve alan. Ben yükseldim kölelikten dünyanın tepesine. Ben geçtim ateşlerden ve buzlardan. Ben yaktım ve ben söndürdüm. Ben dünyanın bütün kadınlarının ruhuyum. Ve benim bütün varlığım aşkta gizlidir. Ben Hürrem. Ölüm benim adımı söylüyor. Dönüp bakıyorum arkama. Bir tek aşk. Bütün hayata mana bulan. ضمن جولتها الغنائية بأمريكا تحدت الزمن الفنانة نجوى كرم وأثبتت أن شمس الأناقة وأشعلت الجو بعدد من أغنيها الشهيرة. أما بالنسبة للوك تبعها فنوعت فساتينها باللون الذهبي والأصفر والأبيض، وبينت وكأنها عم تتحدى عقارب الساعة بسبب جمالها وشبابها. أبرز نجوم السينما، الغناء والموضة اجتمعوا التنين الماضي بحفل السنوي مات جالا 2014 الأهم بعالم الموضة. كتير نجوم تألقوا ولفتوا الأنظار على الريد كاربت، من بيناتهم كيم كارداشيان تألقت بفستان لانفان، أما ريس، كيت، ستيلا، ريهانا وكيرا كانوا لابسين من تصميم ستيلا مكارتني. ثنائي بيونسي وجايزي كانوا خاطفين الأنظار ولبسين تنيناتهم جيفانشي. ديفيد بيكهام لاعب الفوتبول الشهير كان لابس من تصميم رالف لورين، ومرته فيكتوريا لابسة فستان من تصميمها هي فيكتوريا بيكهام، وآخر فستان أوسكار ديلا رينتا كانت لابسته سارة جيسيكا باركر. مع هيدا الخبر بنختم فقرة موست بوبولر، وبرجع بذكركم لمزيد من الأخبار فيكم تزوروا موقعنا hawacom.tv. بريك ومنكفي باقي فقراتنا. أول صورة بسيلابس أونلاين نشرها السوبر ستار راغب عليمي هو عم يلعب بيبي فوت مع ابنه خالد. شاركت نوال الزغبي متابعينا على إنستغرام بصورة من داخل ملعب كامب نو. نزل رامي عياش صورة على البحر وعلق شاطئ إسكندرية يا شط الهوى. شارك سعد رمضان متابعينه بصورة على إنستغرام على شط بيروت. أشعلت إليسا مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما نزلت صورتها شبه نايمة.
الإعلامي نيشان نزل فيديو على إنستغرام خلال تمارين الحلقة الخاصة بالوسوس، منشوفه سوا. مايا دياب نشرت صورة سيلفي على تويتر لكل محبينا. تألقت نانسي عجم بحفل غنائي ضخم بباريس وخطفت أضواء مدينة الحب بإطلالة مميزة. سافر فارس الغناء العربي عاصل حلاني ليقضي عطلة رومانسية مع زوجته بلندن. نشر الإعلامي المصري باسم يوسف صورة على تويتر خلال عطلته من برنامجه. مين توب 10 هواكم لهالأسبوع؟ منشوف سوا. بهواكم توب 10 لهالأسبوع، بالمرتبة العاشرة نيو انتري باسكال مشعلاني وغنيتها نبغيك. كلمة نبغيك عليك يا عمري ما راهش كفاية، ونموت عليك وقتش يا عمري. ما تيجي هنا لنانسي عجرم تتراجع من المرتبة التالتة للمرتبة التاسعة. ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايشة على حسك، حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك. رونيكا ستار بالمرتبة الثامنة بغنية قامت الدنيا. قامت الدنيا وما قعدت، سما الزرقاء لمعت رعدت، غيمي شتت والله دموع يوم عيونك عني بعدت. بعدت عني عيونك. مروان خوري بغنيته مش عم بتروحي من بالي بالمرتبة السابعة. شو السن الخلبي عطول فكر فيك، والغبت بجنة ضيع حالي تلاقي. محمد عساف عم يتقدم للمرتبة السادسة بأغنيته يا حلال يا مالي. عزك باقي مهما صار، مسيج عالداير من دار، أغلى من دمي يا دار، عمره ما بيرخص غالي. ناجي القصة بأغنيته قصة وطن بالمرتبة الخامسة. تغير بهالحالة اتركوا الله لحالو، اتركوني على الكنيسة روح صلي صوت الميداني الله. تراجع لأمير يزبك من المرتبة الثانية للمرتبة الرابعة بأغنيته مخروب بيتي. أصحاب المعا يومي بدا مطبع تطبع لإلها قلوب، ما حدا مثل ما حدا تمضي تشكيت على الهدى. إبراهيم سعيد بأغنيته خير أصلي بالمرتبة الثالثة. الأرض اللي تحتك بترج في نازل لكن انت ما شاء الله بيميت وز تحتالي كتير وعندك طلي بتوز طلي بتوز والأرض تحتك. نظيف عطية بيتراجع من المرتبة الأولى للمرتبة الثانية بأغنيته ويلا. إذا ناوي تحرك قلبي بكحلة عينك ويلا، إذا غير عيوني حلمي راود ليلك ويلا، أكد ساعتها اما النمبر 1 له الاسبوع بهواكم توب 10 ديانا حداد لا فيستا. مبروك لديانا حداد واغنيتها الجديده لا فيستا. بريك ومنرجع مع انسينماز ناو. اول فيلم انيميشن جانجل شافل بيدور بغابه وين ما كيوتي الذكر بيروح بمغامره وبيتعاون مع قرد لانقاذ كيوتي الاميره من بعد ما صياد بشري وموكله الغامض بيخطفوها. منشوف مشاهد من الفيلم. Run away with me. He's a young Romeo. Uh-oh. With a wild side. Maybe too wild. Manu, I hereby banish you from this village. You are never to return. Take him away. Father, please. But when danger calls, here, kitty, kitty. Sasha!
He'll risk it all. You couldn't save a Kawadi girl if she was captured by humans. Humans? The humans took them. They'll never come back. I can save Sasha. A real hero. Let the Kawadi girl go. Can't do it alone. Chewie gonna help you find your Kawadi girl. How? Chewie's silent warrior of the jungle. I'm a nightmare. Fire! Jungle rescue ninja style. Chewie knows 15 kung fu moves again. Has anyone ever told you you talk too much? Oh, all the time. This summer, it's all paws on deck. We must stop the humans. In this fun-filled and ferocious tale of friendship. Jungle Shuffle. In 3D, 4D. Coming soon. Oh yeah, bring on the bad guys. تاني موفي اكشن بعنوان In The Blood بيحكي عن مرة بتفقد زوجها خلال عطلة كانوا عم بيقضوها سوا وما بتعرف اذا كان بعده عايش او مات فبتعمل كل شي وبتهاجم كل الرجال اللي شاكة فيهم لاسترجع زوجها. منشوف مشاهد من الفيلم. Just in case I don't see you again. I'm looking for my husband. Is he here? No, nadie, nada. There's no record of your husband being admitted into any hospital. I understand you're the main beneficiary of all his assets. I'm his wife, and I'm gonna do whatever it takes to get him back. Whoa! Whoa! What happened to my husband? Maybe you can torture people in America? But not here. Everything you see is not really what it is. What aren't you telling us? What really happened? Where are you gonna run, little rabbit? You're in my island. I'm gonna find you! Somebody's gonna put you down. You put them in the ground. Apparently you have a really violent side to you. Things are gonna get nasty. واخر فيلم بعنوان جودزيلا فيلم اكشن بيحكي عن وحش بيفلت من اللي اخترعوه بيدمر المدينه بكاملها. بنشوف التريلر سوا. Now I realize not all of you have had hands-on experience. And frankly, none of us have ever faced a situation quite like this one before. I would not be asking any one of you to take this leap if I did not have complete faith in your ability to succeed. Your courage will never be more needed than it is today. هيدا كان كل شيء لليوم. أنا بشوفكن مثل العادة جمعة الجاية بنفس الوقت على هواكم تيفي. باي باي.